السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة نهلة زغلول، والنهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض بقية الكارديولوجي كيسز في كتاب فاميلي ميديسين اكزامينيشن اند بورد ريفيو. A 60 case 11 A 60 year old male present with dizziness and palpitation. The patient has a blood pressure of 100 over 60 millimeter mercury and a pulse of 160 beat per minute. His ECG is shown in figure 2.5. تعالوا نشوف الاي سي جي بتاع العيانه بتاعتنا او العيان بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده الاي سي جي ده المفروض اول ما تشوفه تعرف هو ايه على طول. انت مش شايف غير كيو ار اس كومبلكسز، غير وايد كيو ار اس كومبلكسز ات سام وات ريجولار انترفلز، يعني المسافه بينهم متساويه. فده معناه ان العيان ده has ventricular tachycardia. المنظر ده كده انت مش شايف غير wide QRS complexes at regular intervals، يعني المسافة بينهم متساوية، معناها ان ده ventricular tachycardia. يعني ايه ventricular tachycardia؟ يعني الventricle اتجنن وما بيسمعش الكلام ولا ال SA node ولا ال AV node، وبيعمل كونتراكشن منه لنفسه كده ماشي، هو المايسترو بتاع نفسه مش بيسمع كلام حد. فدي النتيجة ان هو بيعمل only QRS complexes، مفيش بي ويف احنا شايفينها، مفيش اي حاجة احنا شايفينها غير وايد QRS complexes at regular intervals في كل الليد بالمنظر ده. ده اسمه ventricular tachycardia. اول ما تشوف الاي سي جي دي المفروض تعرفها على طول بدون اي تردد. تمام، فنيجي نشوف كده which of the following interventions are appropriate options in the treatment of this patient. هنختار ايه for treatment of ventricular tachycardia. هنختار ابل for treatment of ventricular tachycardia. ايه هي الابل؟ اميودارون، A for اميودارون، B for بروكيناميد، L for ليدوكين. ما نفعش يبقى هنعمل كارديو فيرجن. يعني ايه كارديو فيرجن؟ يعني الكتريكال شوكس تو ريستور، الكتريكال شوكس تو ريستور تو ريستور ايه الساينس ريز اللي هو البي ويف فولود باي كيو ار اس كومبلكس فولود باي تي ويف. تمام، يبقى ايه هو علاج الفنتريكولار تاكيكارديا؟ قبل اميودارون، بروكيناميد، ليدوكين. ما نفعش يبقى هنعمل كارديو فيرجن. والكارديو فيرجن اسمه سينكرونايزد كارديو فيرجن. يعني ايه سينكرونايزد كارديو فيرجن؟ انت شايف على الشاشة في الاي سي جي بتاع العيان ده ان عنده في المونيتور ان عنده فنتريكولار تاكي، يعني انت عنده بلس، العيان ده عنده بلس. معناتها ايه؟ معناتها ان انت بيسينكرونايز الالكتريكال شوك مع البلس بتاع البيشنت ده. طالما انت شايف بلس سينكرونايزد كارديوفيرجن معناها ان في نفس الوقت بتاع التشوك اللي بنديها للبيشنت هي نفس الوقت اللي انت بتشوف فيه الار ويف في العيان ده. تمام، تو سلو فنتريكولاريزم او تو سلو كاردياك ريزم. تمام، فهو ده معناها ان سينكرونايزد كارديوفيرجن. لكن اسينكرونايزد كارديوفيرجن بيحصل امتى؟ اسينكرونايزد كارديوفيرجن بيحصل لو العيان ده ما عندوش بلس اصلا، بلسلس، انت مش شايف له بلس في المونيتور، او يا اما انت العيان ده عنده فنتريكولار فايبريليشن، فانت مش الفنتريكولار ويفز ار نوت بريدكتبل، فانت مش قادر تو سينكرونايز الشوك مع البلس او مع الويف بتاع الباص بتاع البيشن ده. طب ايه هو شكل الفنتريكولار فايبريليشن؟ بيختلف ايه عن شكل بيختلف ايه عن شكل الفنتريكولار تاكي؟ الفنتريكولار فايبريليشن بيبقى الريجولار بالمنظر ده، بيبقى وايد كيو ار اس كومبلكسز زي ما احنا شايفين كده، بس ما بيبقاش ريجولار زي اللي احنا شايفينه المره اللي فاتت. مش نفس الطول ولا نفس المسافة بين الويفز وبعضيها. تمام، فبيبقى كده irregular ventricular tachy، هو ده الventricular fibrillation. تمام،
ده هو شكل الفنتريكولار فايبريليشن. وايد كومبلكسز برضو زي الفنتريكولار تاكي بات الريجولار ان شيب اند ريزم، يعني ايه ات ريجولار انترفلز والريجولار ان شيب، مش نفس الشيب، مش زي بعض في الشيبس زي ما شفنا في الاي سي جي بتاع العيان بتاعنا اللي قبل كده. تمام، يبقى قلنا علاج الفنتريكولار تاكي ايه، والعيان ده بنسميه عنده ستيبل فنتريكولار تاكي. يعني ايه ستيبل فنتريكولار تاكي؟ العيان ده عنده باص وعنده بلاد بريشر مظبوط، مش بلسه واقع، مش هيمودايناميكال يعني انستيبل، مش ضغطه واقع ولا بلسلس، ما عندوش بلس، مش حصله بلس، لا العيان ده اسمه ستيبل فنتريكولار تاكي. علاجه يا اما قبل اميودارون بروكينامايد ليدوكين، او يا لو ما نفعش بنعمل له كارديو فيرجن. طب ليه ما استخدمناش الاولى؟ ليه ما مع ان في اميودارون وليدوكين الاختيار الاول، يعني الاختيار بتاعنا هو اي هو الصح، اميودارون بروكيناميد ليدوكين كارديوفيرجن. الاختيار الاول فيه اميودارون وليدوكين بس في دي فايبريليشن. يعني ايه دي فايبريليشن؟ الدي فايبريليشن ده اسينكرونايزد كارديوفيرجن. يعني ايه اسينكرونايزد؟ يعني انا مش قادره ابريدكت البلس بتاع العيان ده عشان اعمل الشوك الالكتريكال شوك في نفس الوقت اللي بشوف فيه البلس بتاع البيشنت، لكن العيان ده انا شايفه الباص والباص بتاعه بريدكتد، فانا بقدر اعمل له سينكرونايزد كارديوفيرجن مش دي فايبريليشن. الدي فايبريليشن بيتعمل في حالات البالسلس او الانستيبل بيشنت، الحقيقه الحالات اللي انا مش شايفه لها بالس او مش سامع لها بالس، او لو العيان ده هيمودايناميكالي انستيبل زي حالات الفنتريكولار فايبريليشن، هي دي اللي بعمل لها دي فايبريليشن. والدي فايبريليشن اسمه اسينكرونايزد كارديوفيرجن، يعني بدي شوك عشوائي ماليش علاقه بالباص اللي انا شايفاه، لان انا اصلا ممكن ما اكونش شايفه باص، او الباص بتاع العيان ده زي العيان الفنتريكولار فايبريليشن انبريدكتبل. تمام، والميتوبرولول ما ينفعش الميتوبرولول لان العيان ده از ستيبل. تمام، وما عندوش فايبريليشن. الاختيار التاني فيه اميودارون وليدوكين دي فايبريليشن دلتيازم، برضو ما ينفعش زي الميتوبرولول. الاميودارون وليدوكين كارديوفيرجن دلتيازم، برضو دلتيازم ما ينفعش اذا كاسيا من شانل بلوكر. الميتوبرولول بيتا بلوكر، بيتا بلوكر وكاسيا من شانل بلوكر ما ينفعوش في الفنتريكولار تاكي. تمام، والتانية دي بروكينامايد وليدوكين وادينوسين ودي فايبريليشن، برضو دي فايبريليشن ما ينفعش طالما العيان ده عنده باص مش باصلس. والادينوزين بيستخدم في حالات الاتريال اريزميا مش في حالات الفنتريكولار اريزميا. تمام، طيب انت عطيت العيان ده اي في اميودارون and doesn't respond، the patient doesn't respond to IV اميودارون and you choose to cardiovert him. بعد كده هتستخدم بقى synchronized cardioversion الالكتريكال شوك to restore sinus rhythm. Which of the following is recommended energy in joules for an initial attempt at synchronized cardioversion؟ 200 جول مونوفيزيك، 360 جول مونوفيزيك، 300 جول بايفيزيك، 360 جول بايفيزيك، none of the above. الإجابة الصحيحة هي 100 to 200 جول مونوفيزيك أو بايفيزيك cardioversion. طب إيه الفرق بين المونوفيزيك والكارديوفيزيك والكارديو فيزيك والباي فيزيك كارديوفيرجن؟ المونوفيزيك ويف فورم تكنولوجي هي الالكتريكال كارنت بي موف along one direction من one electrode to another، دي لازم لها هاي انرجي 360 جول to 360 جول، ودي اولد نوت مودرن تكنولوجي. لكن الباي فيزيك ويف فورم ان الالكتريكال كارنت موف اكروس تو دايركشن فروم وان الكترود تو انذر اور تو فيزز، زي ما احنا شايفين كده من ده لده ثم من ده لده، اللي هو الاصفر السهم الاصفر وبعدين من الاصفر زي السهم البنفسجي. ده طالما بيستخدم تو الكترودز الانرجي متوزعه، يبقى بنستخدم ايه لور انرجي سيتنجز. تمام، يستخدم lower energy settings، وده ده المودرن التكنولوجي اللي شغاله دلوقتي اللي هو الباي فيزيك كارديوفيرجن. ده المونوفيزيك من one electrode to another in one direction، الباي فيزيك من one electrode to another ثم من ال in the opposite direction من الالكترود الثاني لل first electrode وهكذا. ده الفرق بين المونوفيزيك والباي فيزيك كارديوفيرجن.
تمام. يبقى ال recommended energy في الكارديو فيرجن في حالات الفنتريكولار تاكي هي 100 ل 200 سواء مونوفيزيك او باي فيزيك كارديو فيرجن، 100 ل 200 جولز سواء باي فيزيك او مونوفيزيك كارديو فيرجن. يبقى هنختار الاختيار A 200 جولز مونوفيزيك، تمام. طيب For defibrillation, escalating doses of electricity are out of new protocols. Start with a single shock at 360 joules with monophasic defibrillator or 150 to 200 joules if using biphasic defibrillator. امتى بنستخدم الديفايبريليتور؟ قلنا في حالات البالسليس ريزن زي الحالة دي كده. الحالة دي بنسميها اسيستول. لو شفنا ده كده في الاي سي جي العيان ده ما عندوش اي electrical activity او اي بالس علشان تو سينكرونايز الكارديو فيرجن او الالكتريكال شوك وذ ذا بالس اوف ذا بيشنت، فبندي الالكتريكال شوكس عشوائي، ده بنسميه ديفايبريليشن. الديفايبريليشن دلوقتي احنا كنا بنستخدم زمان اسكاليتنج دوزز، يعني ايه؟ بنبدا بدوز وبعدين بنزودها تدريجي. دلوقتي في المودرن بروتوكولز ان احنا بنستارت وذ سنجل شوك دو ات 360 جوز ان مونوفيزيك او 150 to 2 joules if using biphasic defibrillator. بقى لو استخدمت مونوفيزيك وقلنا يعني ايه مونوفيزيك وبايفيزيك، المونوفيزيك الشوك الشوك ويف او الالكتريكال اكتيفيتي بتموف فروم وان الكترود تو انذر ان وان دايركشن، لكن البايفيزيك الالكترودز بتموف فروم وان تو انذر وبعدين من الثاني للاول، يعني بتباص ثرو تو فيزز، تمام. انه اللي بيستخدم انرجي عاليه المونوفيزيك 360 جولز، تمام. لانه اللي بيستخدم انرجي قليله البايفيزيك بنستخدم 150 تو 200 جولز من غير ما نقعد نزود، بقى هي جرعه واحده للتشوك. ده في المودرن تكنولوجي. يو كارديوفيرت ذا بيشنت اند ذا ريزم ان فيجر 226 از اون ذا مونيتور از جيتنج هوت هير، تمام. اوف ذا فولوينج وات از ذا فيرست ستيب يو ويل تيك while maintaining good compression and ventilation of course. Reshock the patient at the same energy level. Check another lead to assure the readout is accurate. Give epinephrine 1 milligram IV. Give atropine 1 milligram IV. العيان ده انت عملت له cardioversion ودخل في اسيستول زي ما احنا شايفين كده، مفيش باص، تمام. فأول اما تشوف البالسلس ده، اول ما تشوف الاسيستول ده، نعمل ايه؟ انك لازم to check that all electrodes are connected properly. كل الالكترود مفيش حاجة مفصولة، لان ممكن يكون في الكترود مفصول من في المونيتور بتاع البيشن ده وهو اللي عطيك المنظر ده كده. لازم تتأكد ان كل الالكترود بتاع المونيتور في مكانها قبل ما تشخص ان العيان ده is asystole. يبقى check another lead to assure that the readout is accurate. دي الفيرست ستيب لما تشوف حالة asystole. طبعا الـ advanced cardiovascular life support اللي هو الـ ACLS recommend compression وventilation لما تشوف اسيستول. كم compression وكم ventilation؟ الكمبريشن 30 لـ 2، 15 compression لـ 2 breathe في الـ 2 provider CPR، يعني بتعمل في الدقيقة 15 ضغطة على الصدر بدبس 2 انش، يعني تقريبا في حدود 5 سنتي بتضغط على الشيست. 30 كومبريشن 15 كومبريشن بمقابل 2 بريز 15 كومبريشن تو 2 بريز ان 2 بروفايدر سي بي ار، 30 كومبريشن تو 1 بريز تو 1 بريث ان سنجل بروفايدر سي بي ار. يعني لو اتنين بيعملوا سي بي ار، واحد يعمل 15 كومبريشن والتاني يدي 2 بريز بالامبو باج، او بيقول لك it is not العيان ده there is no need to intubate the patient if he or she can be easily bagged. يعني لو العيان ده ممكن نعمل له ventilation بالباج بالامبو باج، ممكن نعمل له ventilation بالامبو باج ومش ضروري ان احنا ننتوبيت
وانتربت الشيست كومبريشن، لان بيقول لك دلوقتي انت ممكن تانتربت الشيست كومبريشن دي بان نسيسري انترفينشن زي الانتوبيشن او الاي في لاين. بيقول لك اهم حاجه ان انت الكومبريشن بتاع الشيست نوت انتربتد على قد ما تقدر في حاله السي بي ار. فلو اتنين بيعملوا السي بي ار يبقى 15، لو اتنين بيعملوا السي بي ار يبقى 15 لاتنين، 15 كومبريشن لاتنين بريس. لو واحد بيعملوا السي بي ار يبقى 30 كومبريشن لوان بريس بالامبو باك. تمام خلاص كده. فبيقول لك never interrupting chest compression during resuscitation، never interrupting chest compression during resuscitation. ان الامريكان هارت اسوشيشن جايد لاينز النيو جايد لاينز emphasize the importance of starting chest compression and never interrupt chest compression during resuscitation. الشيست كومبريشن اهم من انك تحاول تعمل انتوبيشن للعيان ده، واهم من انك تحاول تعمل له اي في اكسس عشان ممكن تدي الدراجز انتراماسكولار لو انت اتزنقت قوي يعني. ذا نيو ليد بليسمنت كونتينيو تو شو اسيستول، انت اتاكدت بقى ان كل الليدز في مكانها واتاكدت ان العيان ده عنده اسيستول. ويتش اوف ذا فولوينج دراج اند دوزز ار كونسيدرد ابروبريت ان اسيستول. زمان كان الادفانسد كارديو فاسكولار لايف سبورت او الاي سي ال اس بيقول لك ان انت تستخدم ابينفرين واتروبين في حالات الاسيستول، لكن النيو جايد لاينز بتقول لك ان انت بتستخدم ابينفرين 1 مللي جرام سواء اي في او انتراماسكولار في حالات الاسيستول. تمام هنكمل ان شاء الله الفيديو الجاي.